الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. عزيز ألالي تنوين لصار ما لضرورة الشيء قبل قدر تيسا تنوين تؤديدي. عزيز عزيز مروي اثنين، مروي اثنين ألالي يد واحد فانتهي حقا ضواقة يمك الآخرين وزن قدر تيسا الواحد في قرال كان يد وقرانت مرك الآخرين ما عزيز عزيز مروي اثنين لابو وحديث كي وريضي أو ثلاثة أما صدح أي وريضي عزيز عزيز مروي اثنين لابو وحديث كي وريضي أو ثلاثة أما صدح أي وريضي ألقام حانك قلينا اسمي سقالات أو كم إذا أقسام تحديثك وحديثك ليريد عزيز عزيز لقضى والشيء القوي شيء حوق الأهل إذا عزيز حق اللقضة حلقة كاني من عز يعز بفتح عين المضارع شيء حوق يا شوي مركا حديثك عزيز كاللي إذا وحديثك وثولي هشيق طبقات في سطبقات أقوية أي لبطها أما صدحيتها مثلا في السحابقة والضبقة تابعك كوري والضبقة كالي تابعك سقف راوي كسيوري والضبقة كالي إلى كالي قارو متول بالضبقة اللي هذا ماش أغوية حتى اللبن نغطة أغوية شو أما أي صدح نغطة وحال ليه هو عزيز تصالح أفر السحابية كورية النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفرتي السحابي مد كمضة وحكوريي لبو حلليهي وحزيز لبضي يا وحكاسي وريان طبن طبن كي وحكوريي بقول هل ميلها لبض وجه السمان وعزيز اللي شيقو غليه حطي هل ميل صدح وجه تسنة كان والله وماش أوير أي صدح نقطة دبقت أبويا هذين نقطة صدح وعلم يقولي ساس مرة سيدا أصلا ابن منده أيها سيدا صغبي ابن الصلاح أيها سيدا صغبي نووي حافظ ابن كثير أي ماذا صلى قبل ابن منده إمام ابن الصلاح إمام النووي رحمه الله ابن كثير أيها سيدا صغبي أي رهدين عزيز ك وطبقات أوية مركة التحي لابو أما صدح سيدات أي مكلا قرافي أو كمدي هي حافظ من حجر وأنا قولك الراجحة وعزيزك ومرك الضبقات كحديثك الضبقات أغير أي نغط اللابو أي صدح لكم مجرد حتى أن اللابو لغيرين ضبقات كيسة أي الضبقات أغير أي صدح نغطه عزيز لغير حديثك أي وعلى هذا مشهور على هذا قولك أنا الراجحة لكن شيء ناظمك ومحوك الصعودة ومذهب ابن منده ابن صلاح النووي حافظ ابن كثير مذهب كودو كو صعداء او دبقات دا اغو يارو حداي صدح نقطو ايا حداي لوان نقطو واسكو ميدو وحا لغو مقعب حديث كاس عزيز عزيز واشايق حوق غالي فعلا يروح حداي اكرتين لغا كياني من عزة يا عزو اي قوية حوق يار حديث كاس مركا محال لغو مقعب عزيز ولقوته بمجيئه من طريق اخرى حديث كان مركو طريق كان كيمد طريق كان كيمد حوغي لبدا طريق اسكو ييريا ويس خوجينيا ساسا لوغو مغعم عزيز عليه اما وخا ري كرتا لا عز يا عز بكسر عين المضارع يا عز مركاس وخو نوقنا شيء هو يرى ان لهلابا يروي دليرا عز اي عز وجوده شيء ان لهلايا مركز وحينا قيدة عزيز وحا اللوغو مقعابي لقلة وجودي هلتان كيسابي حديث نوع عصينة تشاوه ويرت
عزيز مركا دريقاد او شيخ مري هدي لا يراهد waxay noqoyda الحديث الذي رواه اثنان او ثلاثه فقط ولو في طبقه واحد هضرب هل طبقه هذا توصل في شان سحابيه مدغه كوريه هلكاس عزيز كمان مقتها دين عاص لا فيري لا تابع عيالك كوريي سحابي كاستا وا 10 كلي 10 كاسي ورد ميد ولب ميد كميدا فيري تابعي كميدا اي waxaa ka wariyeen labo labadii konton ka si wariyeen kontonki 200 ka wariyeen hadiidkaas hal meela laba wariyeen khalas waxa leeyahay waa aziz waa aziz leeyahay sheekh wasa wuxuu leeyahay hadii meesha ugu yar dabaqaadka ay noqoto saddex maasna waa aziz leeyahay qowlka uu ku socdo laakiin qowlka raajixa waa maxay maya saddex haday noqdo meesha ugu yar ma aha aziz ee waa mashhuur saas leeyahay sidaas ayaa leeyahay markii ليري عزيز وحابحي غريب ومركة هل خاوي دبقات أقوي رأي نقط صدي حتي نقطنا ومشور عزيز ما آه ما دبقات أقوي رأي هل خاوي مثلا ما بيقى هل سحابي كوري عمر الخطاب كوري سيدا إنما الأعمال بالنية آه غريب ألا لي حدي ماش أقوي رأي صدح نقطنا مشهور ألا لي حدي دبقات أقوي رأي لبان نقطنا عزيز ألا لي عزيز وعماش أوير مركي لبط مثال كي سواحة كميدة حديثك صحيحين كمن حديث أنس بن مالك من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أنس يا أبو هريرة نبقى كوريا صلى الله عليه وسلم أنس وحا كوريا قتاد إيوه عبد العزيز ابن الصهيب لبا كوريا ما هنا لبا كوريا عبد العزيز وحا كوريا لبا إسماعيل بن علي يا عبد الوارث كوريا قتادنا وحا كوريا سعيد بن بشير يا شعب حديث كان سكري وحا للي وعزيز آه عزيز وي سيدا سالي عزيز وحو نقضي عزيز وعزيز مروي اثنين لابو ومتكي وريضي او ثلاثة وكوطر شيو لكن المرجوح ولقى ميزان بدي يقول كاس مشهور مشهور مروي فوق ما ثلاثة مروي خروات ألي مضاف إليه هي محذوف اللصو قدره مروي مشهور مشهور مرويث رواط رواط وحديث كي وريان رواط داسو فوق ما ثلاثة ماض وزائد فوق ثلاثة صدح ككوريان مشهور لقنهما الله تنوينيما تنوينتي ولقحت في ضرورة الشعر ايوه على ليه مشهور مروي رواط مشهور مشهور مروي رواط رواط حديث كي وردوي رواط داسو فوق ما ثلاثة ماض وزائد فوق ثلاثة صدح ككري هل كان قشيق كشرحة حديث كي لذا مشهور مشهور أصغوه كقيحي وحديث كي دبقات كي ستدبقات دا أغوية أي صدح كبرانت فوق ما ثلاثة مركا دبقات دا أغوية رواني أفر نغط مثلا نبي افر سحابي كورد صلى الله عليه وسلم افرتي سحابي طبنا كورد طبنكي بقولا كورد حديث كاس هذه مذهب كشيخ لو سقدو خا لهي مشهور هاي لا دنك سحابي ومشهور كيف هذه طبن سحابي ورد لكن ميد كميد اي افر كورد افرتي بقولا كورد حال لهي هي ومشهور واسيدا شيخو كسودو لكن قولك هادان قادنو قولك محققين تا وحافظ الحجر مرين او اه مشهور وطبقات اوير مركي صدح تاي وان قولك راجعه هادي ستح سحابي اي وردو ستح يا دير طبقوله كوردو حالي ليه هي وان مشهور دي مثلا اي وريين شن سحابي
laakin saxaabadii waxa ka wariyay meesha ugu yah saxaabigi mid kamid ah midna waxa ka wariyay saddexdi boqol ka sii wariyay waxa la leeyahay meesha saxaabiga waada ka wariyay maadaama ay saddex noqotay dhinacyada badan waxba la fiirima waxa la leeyahay xadiiskaas waa mashhuur marka loo nisbeeyo loo fiiriyo saxaabigaas marka mashhuur sida raajixa waa marka dabaqada ugu yar ay saddex tahay مثالكي سوحا كميدا حديث كبخاري وري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نسخوين كقبل وحوين الفادي سوحا كسر اتخذ الناس رؤساء حكم كحديث كمشهور قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا حديث كوا مشهور دي لا يري لازم انه صحيح انت ما نقكر حديث كمشهور صحيح نقكر ضعيف نقكر حسن نقكر حديث كمشهور مشهور مشهور مروي رواه ورواه حديث كي وريده رواه سو فوق ما ثلاثه فوق ثلاثه صدح ككر كسوناتي مشهور ك صدح ايا لو قيبيا مشهور عند المحدثين فقط ومشهور عند المحدثين وعند غيرهم ومشهور عند العامة مشهور ك صدح لو قيبيا مشهور عند المحدثين فقط حديث مشهور ك محدثين تأكتودا لكن عامدو اني سنقوم بالاركبة اي دعي كرتو سيدا حديث كأنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان اخرجه الشيخان حديث كاس ومشهور عند المحدثين وحاجر مشهور عند المحدثين وعند غيرهم حديث مشهور ك محدثين تأكتو ذا أو اصطلاحي مشهور ك أو كرمو بيو أن ضدك عمل أكتو ذا مشهور ك كاسنا واجرة سيدا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حديث كاس قاعدة مشهور ك عند المحدثين وكرمو به بابك عامدا اكتودنا مشهور كيه وحا جرى حديث ان مشهور اهين عند المحدثين لكن عند العوام او ددك دخلودو كو فافا لولا جيده سيدا حديث كمسلم غير كيس يوريين من طلع على خير فله مثل اجر فاعله وحديث مشهور كا ددك دخلودا لكن قاعدتي ما كرموبيدو marka مشهور كان صدق خلاص ايا لو قيبيا معنعن كعن سعيد سعيد ايو كوري عن كرم ايو كوري او كلاوي الكان قوغا هادليا نوعي كوب يطبناد اقسام تحديث كاميدا وي حديث كاليرا المعنعن معنعن حلولة جيدة حديث عن لغوري عن اي لغوري راوغي ما اوصان عطين تحديث مرلهن حدثني فلان مرلهن سمعت فلان ما دين اخبرني الفاطس ما استعمالي اي وحر عن فلان هبل حنكوري عن فلان حديث كاس عن وراوي وكوري او سن شيغين تحديث او سن حدثني بهن سمعت بهن اخبرني بهن انفاني بهن اي عن وكوري واخ لرا معن واخ لميد اه مؤنن لبا نونو ميد كورشدين مؤنن حديث كاسنا واخ لرا مؤنن waa lamido waxa loo jeedey xadiidka anna lagu wariyay oo midalan raawiye wuxuu leeyahay an fulan anna fulana qala kada anna fulanan qala kada anna ku warina kaasna annana leeyahay nu annana leeyahay misal wa inu ruwaad qabal kamid yiraahda hadathani fulan an fulan an fulan an rasulillah kada wa kada مؤننك وحوي في ذهر واضح قبل هذه الهدان حدثنا فلان
أن فلانا قال كذا أن فلانا قال كذا وكذا حبنك حديثك عن لغور يوم عن عنك إيه حديثك مؤننك حبنك المحوية مهم حديث متصل هو سندك حريرة مسوى منقضع وسندك وكالقوئي والراويقو خاويقا كالقضو وقور عن موحة لليه هاي سندك وكالقوئي وكالقوئي وعدي قد حيدان مقام مسوى حلليه ومتصل اسكو قلافين علماء قبل كميدة واحدة هذا حديثك مؤننك هي حديثك مؤننك لبدو دبوا مقدر إلا لقاه لو طريق كلي أو كو عداد حديث كاسو إنو سند كيسو حريرو سيدا سيلي لكن سيدا جماهير أهل العلم أي مرين جماهير أهل العلم سيدا أي مرين واحد تهي حديثك مؤننك هي حديثك مؤننك متصل وي وسند كودو وحريرة حدي شروط لها شروط قبلنا وسوق خلاف علماء قبلنا وسوافقنا لا شرط وسوافقنا علماء لا لا شرط الشرط ديك كودو حويه خاوي قال عن فلان او خاوي قال عن وحو غورنا وانه سن مدلس اسو اهين ونصف على مدلس حاليا مدلس ك تدليس الاسناد يا تدليس الشيوخ وقيف سامي الدونا تدليس الاسناد يا تدليس الشيوخ تدليس الاسناد كا وحا وي خاويغان شيقيسي مغيسو كتغا ما شيغي شيقيس شيقيسي او بودا وهنا استعمال لفظي احتمالك اقبلك انه كم قال حديثك انه سن كم قال اقبلك توس ودي ما يحدثني الا توس ويرادو شيقيس شيقيس اصل حديثك وما اسن حديثين او ما شيغي دور حدثني كذاب ونقنا حديث كيسا بلغ هذا ما سمعت ديما لكن لفظي احتماله إذا سنة وقال لي هاي أن فلان قال كذا أما وقال لي عن فلان قال لي خاوي قان شيخ وكما قال لي وكذا أما هو ضعيف أما هو عيري هو السقير وحو لي أضو وين أرتك سيركا وكذا سيارة وقضي سبب أن أغطيها يا ميشا مجيب مركاسو كبودة كان كقرية او شيقيس كاسو وين عن غورينا تاسال المدلس وتدليس في الاسناد تدليس شيوخنا وحا ويه شيخ وحكا ورينا مركاسو مغعن لغو اقونو كو شيغا اما كونيو ان لغو اقون يا كوفار يا ميناس ان لغو اقونو كو شيغا اما كونيو اما لقب كونيو ابن فلان يا ابو فلان لقب كنا وا ميناس اما نسبة ان لغو اقون مثلا بصري اللويق مركاسو ميناس كلو شيغا وحان ربان نسبة كلو شيغا وان لغو اقون تدريس الشيوخ هو انا ما اعطي مركا قفك صفاتس لغو يقانو صفاتس انو كنق من لغو اقع شيقيس شيقيسي وغورينا عن تشيقيسي كبود اما سي شيق الرويق وحكا ورينا ايو وضعيف مثلا مقع عن لغو اقونو شيغا وحان ربان قفك بارتك انو كل بطول inu ogaado bal qofkan wax ka wariina ma fiqa samaa qofkii raadi taga inuu raad ka waayo rabo ha marka qofka sidaas ugu bartaa magaciisa waxa la yiraahdaa mudallis walama magacaas ku magacaaban qofkii sifadaas ugu arko marka xaawiga aan ku wariina way inuu san mudallis ahay mudallis aan hadduu ku wariyo waa muqaddi cala hadiis ka soo daciif ila la helo dariiq kala cadeynay شرط marka koobaad oo la soo waafaqsan waa inuu san mudallis ahayn faawiga aan wax qorina shartiga labaadna wuxuu yahay waa inay isku waqti noolaayeen faawiga uu aan wax uga warina iyo midka ku warina way isku waqti noolaayeen intaas uu ku kaafto imaam muslim fi sahih laakin imaam bukhari intaas kaliya kuma kaafto wuxuu leeyahay inay isku waqti noolaayeen kuma filna uli ee waxa shardi ah in uu la kulmay oo is arkeen marka afiri bukhari yaa si sharti arag wareeyay mudallisku qofka waan uga warina marka la aqbala waa markii la ogeeyay inay kulmadoodu kulmeen laakiin laba nin oo isku waqti noored mesela midna iraq ku noolaa midna wuxuu ku noolaa suudaan aanu wax uga wari ama midna iraq ku noolaa midna sham aanu wax wari ma la aqbalaa yuri bukhari ah mar ay kulmeen lama og iyo meel ay ku kulmeen
ما لا أقبله يقولي لكن ما مسلم يسوق هذا وقت النورين ولا أقبله يقولي مارك الله راش شرطي ويس لا أقولين وأنس المدلس أهين إس وقت النورين ولا شرط لكن شرطي لا ديرات كي بخاري وام حي يرو لكل ما شرطي هذه مارك شروط داس له لو حديث كم محنن كا هي حديث كم أنن كا ومتصل على حكمنا إنه يهي حديث متصلة أو صحيح هذا علك للجهرين سيد الجماهير والعلم المرء معنعن كعن سعيد أنكر من كل مثال كيوكو كافتون معنعن وحال إذا حديث كراويق وعن كوري وحال ميدا هاميري معنن وعلا ميد وعلا ميد معنن كنا وعلا ميد ومبهم مبهم ها ما هو شو هو تأكل جدوبه شروط بدانا وكلاء شرطه الله يسوق الله سيء هاي ومثلاً وحكم إذا دور الصحبة سيد السمعاني يوكلته أبو ضفر السمعاني يوكلته إيه وليه المدبر وين وضع نورايه وين المدبر أي وضع نورايه أركا هذا إسكسو قابين لا شرط يوم مهم كا ومحدثين تا أكثر كود أي مرين عن شروط دكوا سو قابين ومبهم مبهم ما حديث وي فيه في متنه او سنده حديث كاس متنه سنه سنه كيس وكو سوغن ياهي راوي 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 او لم يسمى ان لم يعابن ومبهم مبهم ما حديث وي حديث كو فيه دحديس راوي راوي كو سوغن ياهي راوي او لم يسمى ان لم يعابن هل كان هو كا غلاي نوع لبي تبنات وأقسام تحديث كاميرا والمبهم المبهم المبهم لغة وشيء لقريه شيء لقريه وضد المعلوم استلاحهان مبهم محال إيرادة هو الحديث الذي لم يذكر فيه اسم راوي وحديث عن لحديث اللي هو شيء خاوي مجعسي حديث كواحد كتير السنة كيسة أما متن كيسة خاوي أن نجعس للشيء أما قف أن نجعس للشيء أيها كتير مثال أيها أو متنك كتير قف أن نجعس للشيء حديث بخاري مسلم وريان من حديث هويت عائشة رضي الله عنها عائشة وحي تري أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها في الحيض أن امرأة فيه هويلي أيت مجعس للمشيك سبجد أن امرأة هويني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها في الحيض سيدا حيض وقو بيسال هذه ويديد قال خذي فرصة من مسك نبي وكوير قادو عديق ومسك فتضحري بها كوير اسكو ضايق مركا فيري هويني ده اسمك عيدي لما شيئي مرنا راويق عن مك عيسى لشيئي سنة كو قلع سيدا حدي ليراوك لها حدثني سفيان عن رجل عن مالك حدثني سفيان عن رجل رجل كاسمك عيسى لما شيخي سوما بامت كاس حرم كي سمحون نقونا حديث كأو مبهم كو كتيرو سنة كهدو إبهام كو كتيرو وضعيف سنة كهدو إبهام كو كتيرو وضعيف متن كهدو إبهام كو كتيرو أحبت لي بما هذا حديث كي صحيحين كبخاري مسلم أما حان إذا إبهام كو كتير فكو كتيرا متن عايشة واحد ترى أن امرأة هوين إيك عايشة إيه لابد تاقني هوين إيه النبي قوي ديديت مارك هوين تسمعي إيضا أن لقرانين حديث كاستي حديث صحابة قديمة حيلا مطنقي كتيرتا لكن هدي مبهم كسنة كتيرو ضعيف وي هذا ضريق كالو الوعد دي اللوهري وضعيف وي مارك هوين لحوم كيسا إبهام كدو سنة كتيرو وضعيف هذا تعيينتا يعيني ضريق كالو لغا قران هدي إبهام كمطنقي كتيرو وحبات لي بما ومبهم المبهم ما حديث ويه فيه اي في متنه او سنده متنه سيما سند كيسا وكتر الراوي راوي قول الله يسمى ان لمك عابي راوي ان لمك عابي وكل ما سند لمنتيس قلت ايرات الرجال ورجاشيس على وكرن وضو عالي وكل ما سند ماذا سند الورده سند
لغو ردي ما حديث وكل ما السناد لمنتيس السناد أم السند السناد لمنتيس قالت أن يراتي رجاله رجاشي على وكر نقضة عالي النقضة هل كانوا يقولون نوغو شيغي نوعي صدحية طبنات أو أقسام تحديثك كمضة والحديث العالي حديثك عالي قوي حديثك عالي قوي حديث عالي عالي لقة والشيء المرتفع على غيره عالي دي ليلة هذا اللقاهان والشيء المرتفع على غيره والشيء غير كيس كوري استلاحهان عالي محال ليلة هذا عالي محال ليلة هذا وهو الحديث الذي قلت رجال اسناده وحديثك رجاش السنة كيس اي راطي عدد كوضايا مركا غير كيس الوفيري حديثك سنة كيسة رجاشة كجيرتين رجاشة على الوجه هذا الرواد رقية الدمر وسهمت رجال من كله رقها أمالي والرواد حديثك وردي رق هذا الدمر هذا ما يسكن درها هذا رواد داس عدد كودو هدو يري هاي وعلى هذا عالي عالي هذا عالي إلوه مركا إلا شان الله قيبيا إلوه مطلق وحديثك ونبيك أدوية رجاشة ونبيك كسوك إذا صلى الله عليه وسلم أيها ير حديث سنة كلا الله فيريو وحديثك كسو أروري حديث كان سنة الغوري وحاول رحيير هاوين هاتا ورين يا نبيك صلى الله عليه وسلم طبعا سنة كلا الغوري وشان أيها وعالي أما ميت كان شان الغوري سنة كلا الله الثلاثية وصدح الغوري وعالي مركا كاس وحال رادا علوي مطلقة مرمرنا إمام أي حديث كان سنة كيسة ومرية إمام أو أي مدي حديث كاميرا أو صفات أسرعي الأسكري حق حفظ يا ضبط سيدة مالك أو شافعي وكلا حديث كان مركا مركا اللي ورينا طريقا هدي الغوري إمام كي رجال يرى الغوغار هدي الغوري طريقا كلنا رجال بدنا الغوغار مرك واحد عليه هي طريقا وعالي سنة كام أورجاش يسأيحت وعالي مرنا واحد لجو جار يا سنة كام روايات أو كتبته سيد الصحيحين ك هي أصحاب السنن يكو الله متك مرك سنة كان دي لجو وريه روايات دي صحيحين كام السنن كام مسانيد كام عاجم توال لجو جار الرجالية هذه سنة كان كله لجو وريانا حلو جرى سنة بير وعالي قال لي متكر في جاش سأيحت قال لي وعالي مر علوي وقول نقنا لبر هاوي أهل شيخ وحكوا ذوري لبر هاوي متكمدة وقول أنت وقت هاي شيخ أسكوري وأقول أنت متكلا أو شيخ كلوري هاوي كلا أيام مدك الضبان مرة مثلا كاسمر كود انت كدي صد سنه نوره marka laga wariinayo raawiga hoq dhintay waxa la leeyahay waa caali hadii loo fiiri raawigan kale oo nolosha ku dambeeyay waa caali hadana inuu nooc kala fiiri sheekh ahadiis raawiga kam maqlay raawiga kam maqlay markuu kam maqlay wuxuu kam maqlay waqti hore oo uu sheekh aan mid kale yaraayo jiray صدو سنة شيقيو سغاشن سنة جيرا راوي كلا كم مقل لبدا باس متكي كهر مقلاي سنة كوكو جيرو عالي للي متكي مركض دنبا مقلاي نازل للي علوه شانتاس وقيف سنة شانتاس نمركن نازلك مقابل واحد كان كوباب وعلوه مطلقة وحديث كان نبقى قدو صلى الله عليه وسلم وعدد يرى نبقى كسوكيو مارك الله في سنة كلوز الحديث كالغوري أنا السنيد الحديث الغوري يابا مارك الله فيري سنة رجال يرو كوغارة وعلو مضلقة مارنا وحو رجاشة يركا كوغارة وودو يهي إمام أئمضى حديث كامضى وصفاء عالية إسكالة سيدة مارك يا شافعي وكلام حفظ يكو عام بحي الضبط مارنا وحو دوانا روايات دا كتبتا ومعتمدك سيو صحيحينك يصونك يا مساريد المعاجم مرنا لبرهوي او شيخ كوريي عامد هور دنت مدنا مرد دمو دنت مدك هور دنت سنة كيسال ليه وعالي ما كان كلا الله فيه
مرنا لابا خاوي او هاشي قوده وريين عميد مركي هرو كوري مدنا مارتن بو كوري مد كليلو كور وريي ايا واخا ليهي عالي وي سنه كو جيره كان كلانا واخا ليهي نازل ادو شنطه شنطه كسور جيد ايا نازل نقدونت حديثك عالي حكمكيسه ما صحيح ام سو ضعيف قد يكون صحيح قد يكون حسن قد يكون ضعيف قد يكون صحيح قد يكون حسن قد يكون ضعيف انت ما نقكر انت ما نقكر وكل ما اسنت منتيس قلط ايراتي رجال الروادي سعلاء وكن نقض عروي اللو يقان وحا اللو يقانه سند كاس سند عالي اللو يقان سند عالي اللو يقان وضده سند كاس ميدك كسور جدو لدكيس سند كي رجاشي سو يراتي صماهين يا كسور جدو لدكو كي رجاشي سو بضطي وضده كاس ضدكيس ذاك كاس كاس او رجاشيسو اي براتي قد نزل هو سودو نازل ليرا وضده ومبتدا المبتدا الاول ذاك هو المبتدا الثاني وضده متك رجاشيسو اي يراتي ضدك متك كو اه مخا ضدك كو اكيد رجاشيسو يرتاي يا ضدك كرجاشيسو برنت اه متك سليتيس ذاك كاس رجاشيس أي برطي الذي ومثل قد نزله سودري كاس لير هذا نازل شنطي عالقة هاد شنطة كسو هرتشيد وحال لير هذا نازل سنة كسنة نازل أول سنة نازل أول سنة ونازل أول وماكي ما كانت حديث كنازل كا حديث كنازل كا حوم كيسو مقون غنا صحيح النغاكرة حسن النغاكرة ضعيف نوع النغاكرة انت طبعا النغاكرة شمتي نوي او شمتي عالي وكسور كده وما حديثك اضفته وادو تيري الى اصحاب الصحيح بدي النبي صلى الله عليه وسلم من قول حال وياهي ماغو وما حديثك اضفته وادو تيري الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول حال الى حديثك او فعل او فعل وفعل حال يهي ووضوا بمعنى او وفعل او فعل فعل حال يهي فهو كاس موقوف وموقوف موقوف كاس زكين الاغادي وانا حديثك اضفت وادوتي لدي الى اصحاب اصحابتي من قول حال يهي وفعل او فعل حال يهي فهو حديث كاس موقوف وموقوف موقوف كاس زكين الاغادي هل كان وكا قال شيء نوعي شان يطمناد أحسان تحديثك كم يدين النوش يقول وحديثك ليرا موقوف موقوف محال ليرا موقوف حق اللقضة وأشيء المحبوس وأشيء الحبسي سيدرت إذا مال كسب أو وقفك وحال ليرا موقوف ليرا موقوف ليرا مال كوقفك قولي أنا ذاتي أغانتك وقفي موقوف ليرا محال ليرا حبسي لما قدي كرو قفك ليرا مصي كرو meesho ku oola naxfigiisa aqoonta isticmaale wargiis la gadi ma meeshaas ku oola marka mawquf wa ashay'ul mahbus istilah ahaan waxa la yiraahdaa kullu ma udifa ila sahabi wax kasto sahabi loo tiriyay fi'lan kana aw qawlan aw taqriran wa khala an qarinati raf'i saasalari wa khala an qarinati raf'i wa wax kasto sahabi loo tiriyay ha hada fi'l fi'l ha ha سيدا إن لا يراهدو أو ترى ابن عمر على الدابت وكيرو كنتو قد عبد الله بن عمر دابت كوركي وفعل أو قولة أما قول ها هذا سيدا إن لا يراهد قال ابن عمر أما لا يراهد قال ابن عباس أو تقريرا سيدا إن لا يراهدو فعلا عند ابن عمر كذا وكذا مرا إنكرين مركا سيدا سألا يراهد موقوف كل ما أضيف إلى السحابي فعلا كان أو قولا أو تقريرا وخلع عن قرينة الرفع وأن إنه كمرنا علامة السيدة حديث المرفعين علامة السيدة وإنه كمرنا محاكو بحي هدو يهي وحن لقد اجتهاد كريم اجتهاد لكم أقاكر مثلا السحابي يهو حبيري آخرة سداس يساسا بحيدة أنا وحبيري إلهي السفادة سليم أنا وحيري قف كي سمعي عمل كاس
اجر انت اصلا اوري اجر ترسانو شيخ اما وخو يري قفكي دنبغا سنيه عقاب انت اصلا اغو اخرلي عقاب ترس كوبان او معلومه او محدود هو شيخ عشان اساس الاجتهاد لغو اوغاك فاسو كلام موقوف ما هو مرفوع وحلنا له حكم الرفع الالي له حكم الرفع الالي اي مركه موقوف لليه و اسحاب لو تريو وا مركي و ياهي وخ سحابي كاجتهادي كا او اجتهاد لغو اوغاك كرو وحي اجتهاد لغو اوغاك كرو ومن كيو كاسا مركه موقوف ليره هذا مثال الذي سوى بدهي وحا كميدا كان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في اربعه برد لكن ولما طلعنا وحي يراهدين كاسو كله له حكم الرفع عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر مركه سفران افر بريد صلاه وا غابي جيرين هداي رمضان تاين وا افر جيرين كاسو كله وحي يراهدين لغوبه اوغا كرو اجتهاده له حكم الرفع قارير قارنا وحي يراهد ميا ما له رفع هو اجتهاد حكم كيسة موقوفك قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيف انت بقى النقاكرة حق الصحة مكا لك هطلع موقوفك صحيح والنقضاء حسن والنقضاء ضعيف والنقضاء ملح وشي سكرة ومسألة اد أبالعران وركيدو بدين ووصول فقه فنقة اهنا اد لوغا هطلع قول صحابي فعل صحابي ملح وشي سكرة هدي دليل كلو كسو هرشي دا اوتشلو او مثلا حديث كلا حديث صحيح ومرفوع مثلا كان كسو اروري قول كان صحابنا واقلاف سيئ ملح وشي سكر ملح وشي سكر حديث صحابي كان صحابي كلا كو قلافينا ملح وشي سكر ملح وشي سكر هدو حكم الرفع الي هنا ولح وشي سكر هدو صن حكم الرفع الى هنا صحابي كلا كو قلافينا لما هي نص قلاف سنة الله ما هي الماذا وسوق قلاف من اللي حجي سكر مثلا ما حجي سكر شافعي وحلي ما اللي حجي سكر قولك جديدك إمام أحمد وحلي ولا حجي سكر وحكى للواي مركب من اللي حجي سكر ومثلا وحده مذهب الصحابي ليلى وما حديثك أضفت وادو تير ذي لال أصحاب صحابتي من قول الحال وياه وفعل أو فعل الحال وياه فهو كاس موقف وموقف الزكين اللي أجادي الله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.